دراري البنات، واحد الخبر مهم بزاف خاص تسمعها الا كنتي مهتم 150 اللي كنا غادي نتجول الطيرون ان شاء الله. هاد اللي كنتي مهتم بهذا البروغرام هذا خاص تسمع اخر المستجدات، وباقي مستجدات اخرى غادي نديرهم في لايف، ولكن هاد المستجدات مهمه خاص تسمعها. الهدف الاخوان نهار درنا 150 هو نديروا واحد الماكسيموم تاع الامباكت، الناس غادي تنوض غادي تحرك الصيف تا كلشي غادي يتحرك، كلشي يتحمس، كلشي فهمتي، ندير واحد الماكسيموم تاع الامباكت، واحد الامباكت ايجابي. هذا هو الهدف من هذا الشيء كامل. وان شاء الله وجداجا كنا درنا 5 ديال الشباب الحمد لله، وكان عندهم واحد الامباكت كبير. اي واحد خدام في التجاره الالكترونيه، بزاف ديال الناس قررت انها تبدا التجاره الالكترونيه ملي بان لهم 5 ديال الشباب اللي كان ضمنهم برقل وفرعون، هما جوج وكاينين ثلاثه اخرين، وباقا السلسله ان شاء الله غادي تحط عما قريب. ما ندويش على هادشي، خليني ندوي في 150 اشنو درنا اشنو كذا اشنو. كما قلت السلسله ان شاء الله هادشي قبل ما تنزل السلسله، وتبارك الله الامباكت اللي طرا كبير بزاف. اما من ورا ما غادي تنزل السلسله ديال 5 ديال الشباب سيرتو مصورين كلشي، داكشي اللي درنا معاهم من ا تال زد، غادي تانسبيرو امه ديال الناس اخرين، وغادي طرا واحد الامباكت كبير. وهذا الشيء هو اللي جا الهدف ديالنا، نديروا واحد الامباكت كبير بزاف. وكنا برمجنا القضيه ديال 150 في الصيف، 30 ديال الناس غادي يمشيو فابور، 120 غادي يخلصوا. دابا الاخوان الجديد حتى واحد ما غادي يخلص، انت البروغرام غادي ناجلوه. دابا باقيين كندرسوا ان شاء الله، غادي نديروه في تايلاند، كاين احتماليه نديروه في المغرب، ولكن المهم هو حتى واحد ما غادي يخلص. اي تكلفه غادي يخلص هاد العبدات، لان الخوت حنا في الاول كنا كنقلبوا على مينيميزيو ليكو، لان يا نخلص انا حنا قلنا راه غادي نفيدوا الناس، والناس اللي غادي يخلصوا راه ما تشكاوش. الناس كاين بزاف الناس باغا تخلص، حتى واحد ما تشكى. كنا كنقولوا الاخوان هاد 120 ديال الناس محظوظين، وفعلا محظوظين. او غادي يخلص 3 مليون كانت ليه هي عباره عن تكاليف ديالو ديال داك الريزورت، قالت في واحد من احسن لي ريزورت في الجزيره ديال بوكيت، واكل شهر فطور غدا عشاء، راه يمشي يبغي يخلص هو الوطيل اللي جلس 60 يوم في ريزورت اللي فيه البيسين واحد 50 70 متر، وفيه ثلاثه ديال لي ريستورون، فيه جوج ديال القهاوي منو البحر، غادي يخلص اكثر من الثمن هذا. anyway فهمتي على حق حنا في الاخر علاش كنقلبوا على الامباكت، والامباكت ديال هاد مع شحال من واحد تيقول لي اخويا سيمو خدم مع الناس اللي باغا، دوك الناس اللي ما باغيينش خليهم. ويا اخونا انا راه دوك الناس اللي تيفيهم البلا بلا الهضره كذا، راه هما الهدف ديالي، هما اللي تغيروا. راه من الهدف ان جبنا برقال وفرعون هو توشينا دوك الناس اللي بحالهم، حتى هما ناضوا دابا الحمد لله شراو بيسيات كذا. يعني علاش كنقلبوا؟ ما كنقلبوش على الفلوس، كنقلبوا على الماكسيموم ديال الامباكت. جديد الاخوان دراري وبنات، هو ما بقاش حتى شي حاجه سميتها خلاص اي شارج، لان الهدف ديالنا في الاخر الاخوان هو الامباكت. طرات واحد الزباعه وا 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 وا. شوف 5 ديال الشباب اللي مشاو لتايلاند، انا اللي خلصت كلشي، طيارتهم ماكلتهم شرابهم لوطيل ديالهم فين جالسين لي ديبلاسمون ديالهم كلشي، سميوها الكووركينغ سبيس فاش كانوا تيخدموا، كلشي كلشي خلصوا هاد العبدات. وحتى دابا ان شاء الله بالنسبه ل 150 كلشي غادي يخلصوا هاد العبدات، لان حنا ما مساليينش الهضره نقصوا سميتو، مساليين الخدمه. الخدمه بغينا داك البروغرام اللي قلنا ديال 150 غادي يطرى، غادي يطرى، بغيناه يطرى. ما مساليينش الهضره، غادي ندوزوا للخدمه. ما تخلص حتى ريال، اللي قال لك شي واحد في شي باج تخلص درهم 1000 درهم 2000 درهم ما تخلص حتى ريال، حتى ريال، حتى ريال، حتى واحد، حتى واحد من دوك 150 حتى واحد ما غادي يخلص سنت، سنت واحد ما يخلص. واحد الحاجه مهمه الشباب بزاف كنا درناها مع برقل وفرعون، قلنا لهم راه غادي نبداو التجربه هادي، 5 ديال الناس من المغرب نتوما منهم، ما دويوش ما دويوش ما تقولوا حتى شي حاجه، تتوصلوا عندنا لتايلاند ونبداو بثلاث ايام عاد غادي نبيبلي وراه بدينا التحدي. وهادي مهمه ان ما سبقاتش الهضره نفس القضيه. دابا باذن الله غادي نسيليكسيونو ال 150 امتى كيفاش مناش باش علاش، عقلتوا على الجمله ديال باش بداو الفيديوهات. ديجا الاخوان بدينا التحدي، وديجا نفس الجمله دي تعاود واحد النهار الاخ ولا الاخت كون ريدي، غادي تنوض في المغرب مع الصباح، غتحل الانستغرام، غتحل اي سوشيال ميديا تلقانا تعودنا عليها، وتسمع راه ديجا بدا التحدي، وغادي يبانوا لك 180 ديال الناس مستفين هاكا في شي بلاصه، في شي بلاج ولا في شي بلاصه، وغادي نقول لك ديجا بدا التحدي كما تدرنا المره الفايته، غادي نعاودوا نديروها الاخوان. بالمناسبه الناس اللي اختاريناهم باقي ما تواصلنا مع حتى شي واحد، حنا ديجا اختارينا الناس، وراه الاخوان تبقى نفس الاختيار.
120 ديال الناس اللي اختارينا اللي كانوا غادي يخلصوا هما نيت لا دي بقاو، لان فهمتي تيقول لك دير النيه، هذوك الناس داروا النيه. الفرق دابا هو ما بقى غادي يخلص حتى شي ريال، هو بخير لاباس عليه مصوفي، كان غادي يخلص ما بقاش غادي يخلص. هذا هو الفرق، هو حنا نخلصوا عليه صافي، هذا هو الفرق. غادي يبان لك دوك الناس من مختلف القطاعات والمجالات اللي خدام شي وزين، اللي خدام شاف ديال شي حاجه، اللي خدام كذا، غادي يبان لك انهم قدروا يتعلموا الايكوميرس، وفي نفس الوقيته غادي يكون معنا 30 شاب. الحاله مستضعفه ضعيفه، الحاله ماشي مستضعفه ضعيفه، حتى الحاله ضعيفه ديال بصح، غادي يكونوا معنا حتى هما. غادي يبان لك شنو، غادي يبان لك ها انت هاد الشباب هادو اشنو قدروا يديروا هكا، نكونوا درنا واحد الامباكت 150 في امه ديالنا. واولا الاخوان واخيرا، هاد 150 عبارة عن ناس محظوظين صافي. شنتي نهار واحد النهار تنعس في المغرب، تنوض مع الصباح، يكونوا معانا مغاربة وجزائريين. واحد النهار في المغرب اللي غادي تنعس، غادي تنوض مع الصباح تسبع الدجا بدينا التحدي صافي، غادي تهز انت بيسي وغادي تتابع. وهذا هو الهدف، هاد 150 ناس محظوظين، ولكن الهدف هو داكشي اللي غنصورو معاهم، وداكشي اللي غادي يكون منقول كبث مباشر، ماشي بث مباشر، تغطية مباشرة. غادي يكون واحد الامباكت كبير، وكل شيء غادي نوض يتحرك، وكل شيء فهمت. مابغيناش نبقاو في الهضره الخاويه ديال فراس، كنا بغينا نديروا واحد القضيه الاخوان اللي تقترحت عليا ديال خويا سيمو، خلي الناس اللي بغاو يخلصوا حتى الاخر، ونفاجئوا الناس ان ردينا لهم 6 مليون. قلت لهم بنادم راه بزاف ما غاديش يركز معانا، راه انا الهدف ديالي ديك الشريحه اللي فيها دواء والهضره بزاف، بغيت تركز وتستافد، هذيك اللي شفت فيها المفقود فيها الامل هي اللي باغيها. كان هذا المقترح هذا ديال حتى الاخر عاد ردوا لهم فلوسهم وتكون سيربرايز وكذا، ولكن راه الهدف ديالنا هذوك اللي كيدوا بزاف الفاقدين الامل اللي فيهم الهضره، الهدف ديالنا يدوزوا للخدمه. كيفاش غادي يدوزوا هذو للخدمه؟ الشريف ارتاح، دوز ار، جيب بي سي كتجي تخدم، جيب بي سي كتحرك انت مع هاد الناس، جيب بي سي كتعلم هاد الهضره ديال هاد العبد بغى يدير الفلوس على دار هاد الناس كذا، داكشي راه ما كاينش. والفاكتوره في الاخر غادي تبيب ليا كامله. دابا كاين واحد الاحتمال اخر كندرسوها ان شاء الله نديروها في المغرب، 90% غادي تكون في الطايلوند ان شاء الله. بالمناسبه هاد الناس اللي جايين غادي يخلصوا طيارتهم عاوتاني، باش ما ندخلوش عاوتاني راه قلت تخلص عليهم كل شيء وبركه الدراري، وما تعيقوش على هاد العبدات. هاد العبدات غادي يخلص عليهم ماكلتهم شرابهم السكنه ديالهم، ديك 6000 دولار كانوا غادي يخلصوا، غادي يخلص هاد العبدات. وطيارتك انت طيارتك خصك تخلصها باش نتفاهموا الشباب عاوتاني، باش ما نمشيوش عاوتاني تبقاو تحاجوا عليا هضره. هادوك 30 الناس المستضعفين هما اللي نتكلف لهم بكل شيء، والله يجعل البركه. وهذاك مصوفي بخير كان غادي يخلص تكاليف، ودابا ردينا حتى تكاليف وما غادي يخلصهاش. انا نخلص التكاليف كامله، حتى واحد ما غادي يخلص شي حاجه. فطورك غداك عشاك لي بروف صداعات كل شيء. الشباب راه عرفتي راه كنا خدامين كنتقاتلوا كنجريو. تصور ان 180 كنوجدوا الحوايج الاس والال والاكس ال وكل شيء باش ملي يجي القلب ستو لا دي تجي قدو. خدامين كنجريو انت، ولينا مقابلين هادشي طا 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 خونا تيضرب الفلوس على دار الناس. والاخ راه بغينا نديرو واحد البروغرام كبير، وبغينا نديرو واحد الامباكت كبير. دابا جد زكا هدا ما كاين لا فلوس لا ما فلوس، هاد العبد هذا غادي يخلص كلشي التكاليف، والحمد لله معانا ناس حتى هما. هيا شوف الخوت، اي خدمه كبيره كيخصك فيها ناس كثار. بوحدي الاخوان انايا ما نقدر ندير حتى لعبه حتى لعبه، ما نقدرش ندير شي حاجه كبيره اي حاجه. شوف راه الاخرين علاش ما قادرينش يدوك عطينا الهضره؟ ناس كاينين، الناس في هذه البلاد يقدروا يديروا، ولكن راه تيثق في راسو تيقول انا تيجي تيشوف البوتونسيال ديال راسو، ما يقدرش يمشي حتى من هنا للدور. فهمتي راه اي خدمه خصك معها ناس كثار وكبار. شوف حنا بينا يجوز نهار تشد برقه لفرعون، شكون اللي مشى عند البوليس كذا وتليفونات صداعات فهمتي، وزوير تيغوت عليهم كذا. خصك اللي كيهاندلي بنادم، اللي كيهاندلي بنادم عندنا زوير، اللي تيفورمي معايا وكذا انس، راه يوميا راه 76 يوم، راه ما كاينش اللي يوقف معاك راجل حتى سيمانه. الحمد لله مدورين فينا بزاف ديال الناس رجال، يحيى راقي كذا الناس. شوف الخدمه كتبغي ناس واقفين معاك يوميا. الاخرين علاش ما كيديروش شي حاجه؟ لان ما عندهمش الناس. تلقى غير بوحدو كنعرفو كيضرب مع راسو، حياته كامله مضرب مع راسو، ما يمكنش دير شي حاجه كبيره. هادشي هادو نصائح الاخوان، ما تاخذهمش انتقاد. هادي مهمه الاخ اللي معاك، اي حاجه كبيره بغيتي دير شي خدمه كبيره شي حاجه كبيره، غادي يخصوك الناس. هو اللي بغيتي دير، غادي يخصوك الناس. اليوم الحمد لله في السعودي نيتورك راه مايا فوق 300 شخص خدام معنا، هادو اللي في المغرب
وما يفوق 100 برا المغرب. هادشي في المغرب ما يفوق 300. يو كان ديما كيصح لي الغيسان انا تنقول ليه ما يفوق 50 تيقول لي لا داكشي شحال هادي دابا راه ما يفوق 60 وغادي ان شاء الله ل 70. يعني شوف اي حاجه كبيره غادي يخصوك الناس وديما ديما ديما غادي يخصوك الناس. والدراري الهدف من هادشي كامل ان شاء الله هو نديرو شي امباكت كبير شي امباكت. الحمد لله ملي درنا السلسله ديال خمسه الناس دارت الامباكت وامباكت كبير. حنا دابا ما فاتنا حتى شي واحد باغي نفوتوا راسنا ندير واحد العشرات المرات الامباكت اللي كنا درنا ديك المره ونديرو ان شاء الله باذن الله بوسيبل وغادي نديرو. خلاصه الشباب واحد النهار غادي تنعس غادي تنوض تسمع راه بدينا تحت كما درنا مع السلسله ديال خمسه ديال الناس وعما قريب ان شاء الله. شوف شوف هاد السيت هذا خصك تستغل اولا عندك مارو بوانك وغادخل تقرا داكشي اللي فيه. شوف باش تعلم الايكوميرس حيد من راسك واحد الفكره ديال هادشي راه صعيب وما يمكنش وكذا كلشي عندك غادخل مارو بوانكوم راه غادي تفهم كلشي. وحاجه اخرى هي السلسله هي تنزل عما قريب ديال خمسه الناس. شنو قلنا لهم لان راه كاين حتى المايند سيت ما كاينش الكوتي ديال التكنيك تما تجيب لك التكنيك وشنو داروا وش اول مره تبارطاج البرودويات علاش خدموا البرودويات فاش خسروا البرودويات فاش ربحوا. راه ما كايناش غير الربح. التجاره هي عباره عن كتربح في هادي كتخسر في هادي كتربح في هادي كتخسر في هادي. الهدف ديالك هو تربح اكثر ما كتخسر باش في الاخر ما كتجيش كتحسب تلقى راسك رابح. هادي هي التجاره. عما قريبة تنزل السلسله ديال خمسه ديال الناس. قبل منها كنصحك تمشي لماروك بوان كوم شنو قبل منها تمشي تلقى ماروك بوان كوم خاص تكون قريتي ماروك بوان كوم ان شاء الله تكون نزلتي على ديك الدوره فهمتيها بديتي بلا تنزل السلسله. الميزه ديالها هي كنخدموا حتى على الكوتي مايند سيت اهم من لان فهمتي يقدر داكشي التكنيك يبدا يتعكس ليك تسد ليك كونت كدا 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 داك الواقع تيحاول يردك فين كنتي ما تعرفش على الواقع ديالك. غادي تشوف لي كوتي كاملين شنو خدمنا معاهم الكوتي مايند سيت شنو خدمنا معاهم الكوتي تكنيك لي برودوي اللي خدموا لهم لي برودوي اللي ما خدموش لهم غادي تشوف كلشي. وعاد غادي نجيو للكوتي ديال 150 150 دوك الناس اللي تختاروا محظوظين ولكن راه شنو هو الهدف اللي كان وغادي يكون من 150 باش نوريوك ان راه الا جلستي 60 يوم سديتي على راسك شوف شنو غتقدر دير واخا تكون زرك ما عمر قستي قيسه في الايكو. هذا الاخوان الا رجعتي لايكوم ويب كلاب دوت كوم فاش بداو تيتسجلوا الناس نقول لك الهدف هو نوريو ان في 60 يوم كيفاش ممكن شخص ما تيفهمش الايكوميرس ما كيقشع حتى لعبه من مختلف المجالات. واحد يقول لك خويا انا طالب واش ممكن ممكن خويا انا شيف دونتربريز ممكن ممكن خويا انا طبيب واش ممكن نفهم الايكوميرس ممكن خويا واش كذا كذا ممكن خويا انا يا ديريكتور دا ممكن خويا انا يا تنقرا على برا كذا 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 عايش في بلجيكا المغاربه الجاليه ممكن باش نتوشيو بغينا نتوشيو حتى المغاربه ديال الجاليه كذا خويا انا جزائري طا 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 ممكن ممكن بغينا نوريو بالله راه اي واحد ممكن اكثر من بوسيبل اكثر من ممكن فهمتي. هذا هو الهدف من 150 ومن هنا نبينو ان راه الا سديتي على راسك 60 يوم ها النتيجه ها شنو كيتسناك راه تفهم هذا الصداع كامل كيبان لك معقد راه ساهل في الاخر تفهم.